مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. اكيد كل صباح كنكون معكم في هذا الاجواء الصباحيه اللي كنقلوها لكم مباشره من مدينه كازا. كنحاول نوريكم الاجواء كي دايره ديال الصباح، خصوصا مع ارتفاع درجه الحراره وكذلك تزامنا مع فصل الصيف. مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تي في، وصلنا إلى نهاية البث المباشر، إن شاء الله نلتقي معكم في بث مباشر آخر إلى اللقاء.